نجوى شبيبه من الاداره الصغيره جناح الصمد الكلفاوي على هامش انطلاق كرنفال، وكذلك فعاليه مهرجان العرائش الدولي للتراث والفنون في نسخته الثامنه، اللي تكلمنا على اهم اختيارات الفنيه اللي اعتمدتها المهرجان هذه السنه. اذا انا غنحاول انني نتكلم على الكرنفال بحكم انني انا المشرفه عليه، دونك كل واحد عنده واحد لاطاش مكلف بها، ما يمكنليش نتكلم لاطاش ديال واحد اخر. دونك بالنسبه للكرنفال اللي هو الموكب الاشعاعي ديال انطلاق المهرجان اللي كيمثل الدوره الثامنه لمهرجان العرائش الدولي للثقافه والفنون والتراث، اللي كيتنظم السنه الثانيه تحت رعايه ساميه صاحب الجلاله، وهذا السنه تحت شعار شمال المملكه قوه اقتصاديه وكمله سياحيه. دونك كيف ما كنشوفوا هذا العام هذا كيف كل سنه حاضرين معنا الفرق المحليه والجهويه اللي تعودنا دائما انهم يشاركونا الكرنفال، واللي هما كذلك صبحت عندهم عاده انهم يجيو ويشاركوا في مهرجان العرائش الدولي للثقافه والفنون والتراث او كيف ما كيسميوها مهرجان عبد الصمد الكلفاوي. دونك ما نقدروش نقصيو هاد الفرق بحكم انهم كيبقاو يتسناو حتى هما يعني هاد الدوره هذه فوق هاد الشيء، وبحكم ان يعني البرنامج ديال السهرات كيعتمد على اسماء يعني خصو يكونوا فيه اسماء كبيره وفنانين معروفين، دونك كاينين حاضرين معنا فرق محليه من المدينه ديال العرايش، وكذلك كاينين بعض الفرق المحليه اللي يعني العمل ديالهم او هذاك الشو اللي كيديروا ماشي ديال لاسين، كاينين شي حوايج اللي كيداروا هكا كنشوفوهم في العراسات كنشوفوهم في الحوايج. دونك هادشي اللي كاين. بالنسبه للتغيير اللي كاين هاد السنه هذه هو اننا حاولنا نفتحوا على مدن اخرى، بحكم اننا جبنا مثلا في الحد الريتم فويس اللي جاتنا من مدينه سلا لي ماسكوت كيجيو هذاك الكراش بالعافيه اللي احنا ما تعودناش عليهم اننا نشوفوهم في المدينه ديال العرايش، يعني شو بالناريه ايه بالناريه مدينة سلا ديال السيرك اللي كاينه في مدينه سلا، الى جانب الطائفه العيساويه برئاسه المقدم دريس اللي جاتنا من مدينه تكناس. وكذلك حاولنا هذه السنه هذه اننا نجسدوا الشعار ديال الدوره اللي كيتمثل في الاقتصاد والسياحه ديال مدينه العرايش، فحاولنا نجسدوا السياحه في صور فوتوغرافيه للمدينه ديال العرايش اللي كتمثل اهم المناطق السياحيه بالمدينه. وبالنسبه للاقتصاد ديال الشمال بصفه عامه او مدينه العرايش على الخصوص، فهو كيعتمد على العديد من الاشياء، لكن حنا اقتصرنا على يعني الحاجه الكبيره اللي كتعود بالنفع على المدينه ديال العرايش. نعم، على مستوى الكرنفال يعني في المستقبل اللي كيرقى يعني لمستوى افضل، كل سنه يتطور ولكن اللي كيرقى الى مستوى افضل لابد من يعني اعتماد واحد الرؤيه في تطوير هذا يعني الكرنفال في المستقبل، واحد يعني كنلاحظوا حضور الفولكلور ولكن الجانب الاستعراضي والمشهدي مازال يعني خصو يزيد، هو اللي عملته هذا التطور هذا العام، ولكن كيفاش كتشوفوا الرؤيه ديال المستقبل باش تطوروا فنون الاستعراض؟ اذا بالنسبه لينا حنا فكل عام كنحاولوا نطوروا من نفوسنا، والى قارنا الفقرات اللي كاينه هذه السنه هذه مع الفقرات اللي كانت السنه الماضيه فعلى الاقل كاينه تغيير كبير. بالنسبه للفرق الاستعراضيه اللي كنتكلم عليها فلي ماسكوت ولي جيو كيدخلوا في الاستعراض هذه بالدرجه الاولى، هذا اللعب الشهوب الناريه كيف ما سميتيهم بالعربيه ما عرفتش كيف كيتسماو، حتى هما داخلين في الاستعراض، هذوك الاشخاص اللي كيلعبوا الجيباس حتى هما داخلين في الاكروبات الاستعراض. نعم الاكروبات هذا اللباس اللي جسدناه في المدن ديال الشمال والمدن. بالنسبه للبرمجه لاحظنا كذلك تغيير صامبا راتشي بصامبا يعني ديال سلا، يعني شنو هي الاسباب ديال التغيير اللي وقع في البرنامج؟ داكو اولا ما وقعش في البرنامج، صامبا راتشي ما كانوش معنا في البرنامج، صامبا راتشي انا اتصلت بهم شخصيا وكنقولها من هذا المنبر الاعلامي وكنتحمل كافه المسؤوليه انني اتصلت بصامبا راتشي وطلبوا لي 500 درهم 5000 درهم باش يخدموا لي كرنفال ديال مدينه العرايش وكرنفال او مهرجان اللي كيتنظم تحت الرعايه الساميه ديال سيدنا واللي كيحتفل بعيد العرش، طلبوا لي تعويض ديال 5000 درهم. ما بالعكس انني يعني من جهه اخرى كنقول كذلك وبصوت عالي ان دريس بويز ماشي فابور وكنتحمل مسؤوليتي في هذا الكلام، مخلصين لهم ترونسبور فقط وترونسبور في كار عادي. دونك انا كنقلب على السهله باش انا غنجي، انا ما قصيتش ولاد بلادي بالعكس، وكنت كنتسنى هذا السؤال اللي تطرح عليا وكنت باغا نجاوب عليه، باش يقولوا لي انا قصيت صامبا راتشي كنعاود نقول صامبا راتشي طلبوا لي 5000 درهم، وكيف ما كيعرف الجميع ان اصلا الميزانيه ديال الكرنفال يعني راه قليله او الميزانيه ديال المهرجان كامله فالدعم الخاص بزاف ديال الامور. دونك انا ما لغيتش صامبا راتشي. ونحن في انطلاق المهرجان، ما هي الرساله اللي توجه لسكان المدينه باعتبار ان هذا المظهر والاحتفاليه الثقافيه والاجتماعيه والفنيه
يعني عندها بعد تنموي كذلك، يعني شنو هي الرساله اللي يمكن تعطيها للساكنه باش يمكن تحضر لهذه الفعاليات وتحضر الكثافه؟ انا بالنسبه لي الرساله اللي كنوجهها للمدينه ديال العرايش، للساكنه ديال مدينه العرايش، كنقول لهم ان هذا النشاط هذا هو ديالنا كاملين، حنا كشباب وكاولاد هذه المدينه كنطوعوا وكنخدموا باش نفرحوا الساكنه ديال المدينه وباش نحتفلوا بعيد العرش وباش نحتفلوا بسيدنا. الابواب ديال الجمعيه ولا اليمين ديالنا مفتوحين للجميع، اللي بغى يشارك معنا، اللي بغى يعاوننا، اللي بغى يتفارق معنا، هذا الشيء حنا عاملينه للناس باش هما يفرحوا ويعجبوا الحال. كنقول لهم مرحبا بكم كاملين بدون استثناء، ويقبلوا علينا، واللي عنده شي تعليق او لا يقدر يفيدنا ولا يقدر يعطينا باش نطوروا من نفوسنا، مرحبا به، عندنا ينخرط معنا ويفيدنا بال